صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو تفسير قول الله جل وعلا وقثائها وفومها؟ معروفة هذه. الفوم هو الثوم، والقثة هو الخيار اللي تعرفون الآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حتى تروحون للسوق يقولوا لك قثة، لو رحت للسوق عرفت هذا قثة، يسمونه قثة. نعم. والثوم تعرفونه هو الثوم. نعم. صلى الله عليكم. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني يسألون ثوم يتركون المن والسلوى. نعم.